هاو الان خلاص هذه واحده منهم ما عادش يموت الوليدات. لا ما تقوليش فيه ترسيسي ولا مبيك. ها هاو في ترسيسي نحي هذا خلاص هذه واحد. يزيدوا حاجه اخرى الغاز ما عادش يتفجر نهائيا في المطبخ لا قدر الله ربة البيت تنسى غرورة الغاز مفتوحه ما تفجر. كونتاكت قدام الغاز كونتاكت قدام الغاز الغاز ما عادش يتفجر. هذا من زوج حوايج قالنا احنا بالحمام لا قدر الله واحد يكون يديه 50 بالحمام يمسك الكونتاكت تاع الحمام يضرب التكسيتي ولا لا؟ لا في النار ما عادش يضرب التكسيتي خلاص واش عندك الداخل الحال؟ ها؟ واش عندك الداخل؟ اللي كان عندي هنا صبيته هنا الداخل اللي كان عندي هنا وانا عصامي انا قريت عام واحد في عمري هذا مكان اللي يحب يشوف الكراسي تاعي في الانبيسي الانبيسي في اسبوع الكراسي تاعي صوروها السنة الدراسية 61 اظن 60 قربتني يعني سموه قربتني معناها بنت مدرسة احبال الثورة في تونس نعم اللي كان يرأسها محمد عباس نعم هذا اللي خرج عام واحد فرق انا قبل بدايه كون شتي انا عصامي بن فرق واش خدمت في الناس تاعك الهاج الناس تاعك خدم كل حاجه تصلح في المنطقه تصلح بال 32 سنه في شركه في حاتم مسعود الحاجه اللي تصعب عليهم سواء كان تكنيك ولا استراتيجي انا له ولا ما قريتيش كبرتي ها؟ ولا ما قريتيش كبرتي راني نقرا الان راني نقرا راني خليت ما حبش الريكور تاعي يجيدكم تبعتوني بعد الاستدعاء ولا لا؟ من مستواك؟ ها؟ من مستواك؟ والله مستوى الدكتوراه. نعم. انا راهم بعثوا لي استدعاء وكان ما بعثوا لي استدعاء انتم انا ما نجيش. بعثوا لي استدعاء. استدعاء بعثوه لي انتم. ما قلتش نتاخر انا ما قلتش نتاخر انا جيت. استنى حاجه يعني بعد ما هذيك الجامعات مش قريت لا قريت وحدي انا كاين كتب الان يعني وحدك قريت الكتب قريت وحدي انا قلت الكتاب كونكراسي لا وعندي اختراعات اخرى مش غير هذا راه ما قدرش نهز معايا برك سوق الياسر اهتميت بهذا الجانب تاع الكهرباء ما عندك مجالات عندك مجالات اخرى وسنعلن عليها في وقت المناسب ان شاء الله. نعم انا هو المخترع اليساري وانا هو امين ولائي المخترعين امين ولائي سمعنا بك وانا هو هذا من المسيلة وانا هو رئيس جمعية علم الفلك يعني حتى علم الفلك الاسترونومي انا نعم الله يسلمك يعني انت مثلت الجزائر باحسن طريقه الحمد لله انا كنخرج من الجزائر نمثل ثلاث حوايج نمثل النشيد الوطني والعلم تاع الجزائر والشعب الجزائري بيت ملك انا السفير تاعك عندك ولاد عندي 14 ولاد شاي القرا وكذا ما قراش قاعد يلعب بالفيسبوك كان يلعب بالفيسبوك برد كاين اللي قرا وكاين اللي قرا افتخروا بك الكل ها؟ افتخروا بك الكل والله حتى انتم تفتخروا بي لا انتم عاود لا وعلاش عرضتك اليوم؟ لا ربي يحفظكم ربي يخليكم ما زلنا نقدم واعطينا 70 سنه في عمري انا صحيح عام 46 ما زلت نقدم للشعب الجزائري وللامه العربيه وما زلت نقدم هذه ديجا حاجه فوق العالم يعني واحد الحمد لله هذه ما كانش في العالم خلاص لكم الشرف العظيم انه وربي بعث لكم واحد باش يدير لكم هذا الاختراع والله راكم محظوظين يعني هذا حماس روح لك لا حتى تكتب فيها ما تعرفش كيفاش تكتب لا كاين حوايج ما تعرفش لا ما تعرفش لا ما تعرفش كاين اسرار اللي علمها غير ربي سبحانه وتعالى من الشينوا برك من الشينوا لا واحد فيهم يوروه قالوا له اقرا الفيديو نتاعي قال له ان شاء الله ما يجي سهل خاطر هم مازالوا يقولوا انا سهل لا هذه فيها هذه يعني علم